بيكم في قناة ميوزيك تايم. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في قناتنا وهو أنواع الآلات الموسيقية. يلا نبدأ. تتعدد أنواع الآلات الموسيقية ويمكن تصنيفها إلى 4 أنواع رئيسية، وهي الآلات الموسيقية الإيقاعية والآلات الموسيقية الوترية وآلات نفخ هوائية وآلات المفاتيح. أول حاجة هنتكلم عن الآلات الموسيقية الإيقاعية، وهي التي تصدر الصوت نتيجة وقع الطرق أو الضرب، ومثال عليها الطبلة، الدف، والجرس. وعندنا نوع رابع كمان وهو الدرمز. تاني نوع من الآلات الموسيقية وهو الوترية، وهي التي تصدر الصوت نتيجة اهتزاز الأوتار الموجودة على الآلة، ومثال عليها الجيتار، الكمان، العود وغيرها من الآلات الوترية. ثالث نوع وهي آلات النفخ الهوائية، وهي التي تصدر الصوت نتيجة النفخ فيها، ومثال عليها الفلوت، والناي وغيرها من آلات النفخ الهوائية. رابع حاجة آلات المفاتيح، وهي الآلات التي تصدر الصوت نتيجة الضغط على لوحة المفاتيح، ومثال عليها البيانو والأورج. وبكده نكون خلصنا النهاردة حلقتنا. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وتابعونا ليوصلكم كل جديد. باي باي.